من روما دكتورة سمية دوار المختصة بالطوارئ والعناية المركزة. أهلا وسهلا بحضرتك عبر خدمة سكايب من أهلا القاهرة. حضرتك. الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، أهلا وسهلا بحضرتك. وننتظر أن ينضم إلينا ضيف انضم إلينا بالفعل عبر خدمة سكايب من بيرمنغهام، بروفيسور معتز عطلة أستاذ تصنيع المواد المتقدمة بجامعة بيرمنغهام. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. دكتورة سمية، الحالة الأدق طبعا في سواء في عدد الحالات أو في عدد الوفيات حتى هذه اللحظة هو إيطاليا، على الرغم من اقتراب إسبانيا من أرقام مرعبة. كيف تحصلون على هذه الأرقام باستثناء الحالات التي تصلكم في وحدات العناية المركزة والإنعاش؟ أرجوك أعيدي السؤال، كيف نواجه الأرقام التي تخرج من إيطاليا والتي نعرف عنها وتتناقلها منظمات الدولية، أرقام طبعا هي الأعلى وأكثر إرعابا، بس كيف تحصى هذه الأرقام باستثناء الحالات التي تصلكم إما مشخصة بوزيتيف أو في وحدات العناية المركزة؟ نعم، يعني يتم تشخيص كل يوم، يعني كل جهة في إيطاليا تبعث بالأرقام التي وصلت إليها، من ذلك نحصي يعني الأعداد الجديدة، يعني المصابين الجدد اللي تم إحصائهم والذين تم شفائهم، وللأسف أيضا الأرواح التي سقطت يعني في 24 ساعة الأخيرة. والأعداد يعني كما تعرفون يعني في إيطاليا هي أعداد رهيبة، إلى اليوم شاهدنا بعض التحسن ولكن ما زلنا يعني في الذروة، ما زلنا في الذروة، والأعداد التي تصلنا الآن هي نلاحظ يعني فيها ذبذبة بين يوم وآخر، ربما بعد هذه الذبذبة سيتم الاستقرار إن شاء الله. بصراحة يا دكتورة، هل كل الحالات ترصد؟ يعني حالات حتى على ارتفاعها في إيطاليا، هل هذه هي كل الحالات فعلا؟ نعم، هذه كل الحالات التي يتم يعني تحليلها، ولكن لا ننسى أن الحالات الحقيقية هي حسب الإحصائيات والدراسات التي قامت بها مثلا الصين من قبل، يقولون أن الحالات التي نحصيها هي تمثل 1 على 10 من الحالات الحقيقية. يعني يمكن إذا احنا وجدنا يعني 100 حالة، فربما الحالات الحقيقية لو نحصيها يعني وننشر التست والتحليل بصفة يعني كبيرة سوف نجد 1000، تمام، يعني هما إيجابيين. نعم دكتور يعني إسلام، الحالات هي التي تصل إلى المستشفى أصلاً. تمام دكتور، طبعا أنا متشكرة جدا لحضرتك أنك معنا في هذا الظرف وأنت في أثناء نوبة عملك. دكتور إسلام، من بين الأدوات التي رسخ لدينا من المختصين ومن حضراتكم أنها مهمة جدا في هذه المرحلة هي التشخيص والتستنج، الاختبار لمعرفة عدد الحالات الإيجابية في كل بلد. مع تفاوت قدرة الدول على الحصول على أجهزة الاختبار، إلى أي مدى الأرقام التي تصلنا من كل الدول هي الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والوفيات في العالم؟ نقطة جيدة للغاية. احنا يعني خلينا نقول عشان نعرف الأعداد صح ولا غلط، في عوامل كتير، منها العامل الأساسي احنا بنعمل كام كشف في الدولة الواحدة على حسب عدد التعداد، خصوصا ان فيروس كورونا المستجد العوارض بتاعته خفيفه ل 80% من الافراد، بالتالي في ناس كتير هيجي لهم الفيروس وممكن يجي لهم الاعراض ويجي لهم بعض الاعراض الخفيفه ويخف وما يعرفوش. لو احنا توسعنا للغايه في الكشوفات وفي الفحوصات، العدد كما قالت الدكتوره بالظبط هيبتدي يزيد، خصوصا في الحالات اللي هي المايلد، الحالات اللي هي الخفيفه. فبالتالي ده جانب كبير يخلينا بنقول ان الارقام اللي بتجيلنا دي ارقام اللي هي بنسميها رياكتيف، يعني دي احنا عملنا الكشوفات على حالات فعليا ذهبت للمستشفى او توجهت بنفسها للكشف بسبب وجود اعراض، او ان احنا عملنا البحث والتقصي لحاله، بعد كده الحاله دي تعاملت مع كذا فرد فاحنا ابتدينا نتتبع الافراد التانيين وعملنا لهم التست. فطبعا في قصور في العد، بس الفكره كلها ان ده اللي الدول تقدر عليه، احنا ما نقدرش نعمل كشف ل 100% من السكان، او حتى نقدر نعمل كشف ل 20% من السكان. فبالتالي احنا بنعد الحالات اللي نقدر ان هي تجيلنا ونعدها، وده في الوقت الحالي كافي، مع طبعا ان احنا محتاجين نزود شويه الكشف برضو للحالات الأخطر والحالات اللي فيها تتبع لحالات أخرى. طيب دكتور إسلام، هل يمكن الاحتكام إلى الجهات التي قامت بشكل علمي وأخرها كان دورية لانست التي تحاول نشر متوسط الأعداد التي يمكن أن تصاب بالأفريج، يعني بالمتوسط لكل دولة على حسب تعداد السكان، نسب الإجراءات التي هي متخذة للوقاية، القدرة على العزل، التقارب في مناطق الكثافة السكانية العالية، هل يمكن الاحتكام إلى هذه على اعتبارها مصادر، ولا ينبغي الالتزام بالمصادر الحكومية التي
مش في كل الدول لا تتعرض لانتقادات. تمام. المصدر لانست بالذات، لانست جريده علميه مرموقه، يعني الامباكت، احنا الجرايد العلميه بتقاس بحاجه اسمها امباكت فاكتور، قد ايه هي كريديبل وموثوق فيه. اللانست في اعلى الهرم في الثقه، يعني الدول بتاخد الدراسات اللي بتعملها اللانست عشان تدخل ادويه او تدخل انظمه صحيه جديده مثلا او استخدامات جديده، فبالتالي هو مصدر موثوق منه. لا يتم نشر اي حاجه في لانست او في نيتشر او المجلات العلميه المرموقه دي الا اذا كانت عدت على لجان، اللجان دي في نفس قوه اللجان اللي موجوده في المنظمات الصحيه والحكوميه في الدول الكبرى. فبالتالي الستاتستكس وفكره ان احنا البروبابيلتي او احتماليات ان قصاد كل كام حاله كشفت في كام حاله لم تكشف هي نظريات صحيحه من ناحيه نظر حسابيه. طبعا كل حاجه موجوده حسابيه بيبقى بتاخد على حاجه اسمها الخطا نسبة الخطأ. الحسابي، مظبوط statistical error بالظبط، مظبوط. ودي راجع فيها كذا حاجه، فينها مثلا ان احنا هل عملنا كاونتنج صح، هل في كان نسب ميس دايجنوزز اصلا وناس خرجت بره المستشفيات، هل في حاجات ميس ريبورتنج يعني في حاجات فشلت في التبليغ، هل في مشكله في الترانسفورميشن للحالات نفسها وتبليغها كمان للجهات الاخرى اللي هي بتعمل السنسز اللي هو التعداد، بعد كده تبتدي تعمل له اجريجيشن تجميع ونقول ان العدد المجمل اكس. ففي كذا مرحله من مراحل الخطا، مظبوط. بيسموها مراحل الخطا السامبلنج ايرور والنون سامبلنج ايرور، الاثنين في الاخر بيدوني ان الارقام حتى لو طالعه من اقوى دوله او من اقوى جهاز صحي هي خاضعه للخطا. العلم كله قائم على فكره احتماليات الخطا والصواب. مظبوط. اقوى المجلات العلميه واقوى الدراسات العلميه بتتعمل على كونفيدنس ليفل، على درجه ثقه، درجات والنال الثقه بتبقى في هايبوثيسز حدود 5 والهايبوثيسز الفرضيه والفرضيه بالظبط المغايره والى بالظبط كده اخره. طيب بروفيسور معتز بالظبط. عطله، نسمع كثيرا في الاونه الاخيره عن فكره المنحنيات، انه الدول تبدا من منحنى في صعود المنحنى وبعدين الوصول الى البيك، فتره الذروه في كل بلد او في منطقه ما جغرافيا، وبعدين الوصول الى ثبات على المنحنى في اعلاه، وبعدين هبوط المنحنى وتقلص عدد الاصابات والوفيات. الى اي مدى يمكن للفرد العادي ان يعني يفهم او يقرا المنحنى، او لما يسمع الارقام يفهم انه في اي مرحله من هذا المنحنى في كل بلد؟ الامراض الوبائيه عامه بتنتشر بنسميه اكسبوننشال موديل، او اللي هو بيسميه معدل اسي، اللي هو بيتضاعف المرض خلال 3 ايام 5 ايام حسب مدى انتشار درجه المرض. وممكن ان احنا نتابع عدد الحالات اليوميا، وممكن نتابع عدد الوفيات وكذلك الحالات المتبقيه عن طريق ان احنا نعمل عليها نموذج رياضي مبسط، لانها ظاهره تماثل العديد من الظواهر اللي بنشوفها في الطبيعه. الفكره ان احنا لما بنبدا نبص للحالات دي بنلاحظ ان بدا المنحنى يبدا ان هو يثبت ويوصل لما هو بيسموه الهضبه او ذا بلاتو، نعرف الحاله دي ان بدات المرحله ان عدد الاصابات يعني يوصل لمستوى من التشبع في المجتمع، ما بتزيدش بسرعه مضطرده زي ما كانت في الاول. وفي الحاله دي وانس انها توصل لمرحله اللي بتسميه البيك اللي هو اقوى نقطه في الاصابات، يبدا بعد كده يبدا النزول بعد كده الذروه بالظبط. فهو ممكن اي حد ان هو يبص للارقام دي. حاليا على الانترنت في العديد من المواقع اللي بترصد الاصابات اليوميه لمختلف الدول، مظبوط. ممكن لاي حد ان هو يبدا يشوف هل البلد دي تتبع نفس مثلا منحنى ايطاليا ولا منحنى اسبانيا ولا منحنى الدول اللي عرفت تعمل سيطره قويه زي كوريا الجنوبيه واليابان، لدرجه ان وصلت لمرحله الهضبه والباتو بشكل جيد جدا في فتره قصيره. تمام. دكتوره سميه، مع كل الامتنان والعرفان من كل العالم للأطقم الطبية باعتبارها خط الدفاع الأول، ويعني نحن نعلم كم تعانون في كل الدول، بس كمان كان هناك انتقادات لبعض الدول من بينها إيطاليا أنه التأخر في سرعة العزل مثلا وتنفيذ إجراءات الإغلاق التام وبعدين الحجر الصحي إذا لزم الأمر، أو حتى حظر التجوال في بعض الدول، هذا يؤدي إلى أنكم تعانون أكثر والارتفاع عدد الحالات أكثر. إلى أي مدى بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحال في شمال إيطاليا وبدأت يعني تتسرب إلى الوسط وربما هناك مخاوف من انتقالها إلى الجنوب، تغير سلوك الناس فيما يتعلق بالأرقام التي يسمعونها، رد فعلهم على الأرقام المرعبة داخل إيطاليا؟ أكيد، يعني الأرقام عندما كثرت يعني بهذه الطريقة الناس يعني بدأت تتأكد من خطورة الوضعية، ومن ولم يعد هناك الاستهزاء الذي لاحظناه يعني من أطراف من ناس يعني كانت تقارن هذا الفيروس القاتل بفيروس الإنفلونزا الذي لم يحصد هذا الكم الهائل من الضحايا. احنا الانفلونزا، فيروس الانفلونزا يعني في شتاء عام 2020 في ايطاليا يعني اصاب وقتل 217 حاله يعني.
ولكن فيروس كورونا في 15 يوم قتل 7000 يعني ضحية. يعني نلاحظ من هذا يعني خطورة هذا الفيروس. ومن انطلاق هذا نحن نظن أن في إيطاليا يعني صار يعني تأخر في أخذ قرارات صارمة، لأنه في الشهر الأول الذي انتشر فيه الفيروس كان يعني يقارن بالإنفلونزا، وكان تصل إلينا حالات يعني، ولكن نظن أنها إنفلونزا يعني، وهذا أصاب يعني عدوى أيضا في المستشفيات وفي الطاقم الطبي والكادروات الطبية. صارت يعني هذه الحالة، وعندما وصلت إلينا الحالة الأولى التي شخصت على أنها فيروس كورونا كانت يعني قمة الأيسبرغ، يعني قمة الأيسبرغ الحالة زيرو تحتها كما يطلق يعني عليه. انفجار للحالات. نعم، صار انفجار يعني للحالات في نفس الوقت، وحصل شلل يعني في المنظومة الصحية، ووضعنا أمام حالة يعني صعبة جدا، صعبة جدا. نعم، يعني أنا طبعا سيكون من الساذج إنه أسأل حضرتك إلى أي مدى أنتم تعانون الآن مع ما يسمى على الأقل الثبات المنحنى في إيطاليا، على الرغم من إنه الأرقام لا تزال مرعبة، بس جميعنا نعلم كم تعانون، لكن لو حضرتك بس تشرحين لنا إنه سواء التزام الحكومات أو التزام الأفراد بإجراءات السلامة كيف يشكل ذلك فارقا معكم؟ أكيد يعني الحل الوحيد بالنسبة لهذا الفيروس، بما أن الأمر خطير جدا والفيروس خطير جدا ويفتك بالعديد من الناس، وليس لدينا أي دواء ناجع وليس لدينا أي تلقيح يعني ناجع لهذا الفيروس، هذا يجعل من الحل الوحيد هو العزل. العزل يعني عزل الناس عن الاختلاط وعن الخروج إلى الشارع وملاقاة الناس الآخرين لكي لا تكثر العدوى. يعني الحظر الصحي هو الحل الوحيد في هذه الحالات، والذي يصير يعني بعد يظهر نتائجه بعد على الأقل 2 أو 3 أسابيع. يعني نعم، احنا في إيطاليا بعد 3 أسابيع، وفي بعض النواحي مثل لومباردية التي كانت بؤرة الوباء بعد 4 أسابيع من الحظر الصحي ربما رأينا بسيطا من الأمل، ورأينا انخفاض ممكن نسبي في الحالات واستقرار، نعم ولربما في الأيام المقبلة سوف نرى نزول في المنحنى، نتمنى منحنى بالتأكيد، يعني الحالات الجديدة نعم ومنحنى الحالات التي تستحق إلى العناية نتمنى. المركزة. دكتور أنا إسلام أطلب منكم أن تسامحوني لأني جاءتني حالة يعني اتفضلي حضرتك. لا لا، صارمة. نحن أولا ممتنين إنه حضرتك كنت معنا أثناء دوامك، وأشكر شكرا. الدكتورة سمية دوار المختصة بالطوارئ والإنعاش كانت معنا من روما. اتفضلي حضرتك، أشكرك شكرا جزيلا، وأكمل حواري مع ضيفي مع شكرا جزيل لكم، الامتنان. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق إلى اللقاء. ونعترف لكم بالجميل. طبعا دكتور إسلام عنان، حضرتك أصلا فارماكولوجيست، إلى أي مدى سواء غياب المعلومة أو توافرها أصبحت جدلية ينبغي أن تحسم؟ يعني مثلا لما يجري الحديث عن أنه الأرقام الكبيرة تسبب حالة من الهلع، وتعمل الدول الآن على أن تكون المصادر فقط التي تنشر المعلومات هي المصادر الحكومية، بينما منظمة الصحة العالمية انتقدت أنها لم تنشر الأرقام الصحيحة منذ البداية، وربما ذلك سبب يعني سوء الأوضاع. فحضرتك إلى أي مدى تعتمدون على أنه يكون هناك معرفة حقيقية بخطورة الوضع في أي بلد كي تتمكنون من إجراء الإحصاءات، حساب اقتصاديات انتقال العدوى إلى آخره من العمليات التي تلزم المختصين للسيطرة على الأقل جوانب المرض أو جوانب تفشي الوباء؟ نقطة كويسة جدا. وأنا تخصصي قريب من الفارماكولوجي، وأما فارماكي ابيديميولوجيست قريبة جدا من تمام، الفارماكولوجي، بس هو الاثنين تقريبا زي هو بعض. ده بداية سي في بتاع حضرتك بس تمام. الفارماكي ابيديميولوجي is more like التخصص بتاعي. تمام عموما الأرقام خادعة جدا، يعني كل الناس اللي بتشتغل في البايوستاتستكس وبتشتغل في الفارماكولوجي أو فارماكي ابيديميولوجي، المشكلة كلها إن نفس الرقم ممكن يترجم لأكتر من حاجة. يعني ببساطة أنا ممكن أقول إن رقم الوفيات اللي موجود لو قسمته على العدد البوبليشن كله على التعداد كله هيديني مورتاليتي ريت مختلف عن لو أنا قسمته على عدد الإصابات فقط، فهيديني كيس فيتاليتي اللي بيسموها المعدل الوفيات من الإصابات، هيديني رقم مختلف تماما لو قسمته على عدد الإصابات الحقيقية اللي هي عندها أصلا أعراض. التلات أرقام هيتسموا معدل وفيات. فهي الفكرة أكتر منها إن هو تبليغ أرقام، لأن محدش إلى حد ما دلوقتي يقدر يثبت إن كان في قصد عن عدم تبليغ أرقام لمنظمة الصحة العالمية. الفكرة كلها هي في الأرقام دي تعني إيه؟
انا لما اجي اقول اعلن بس الانسيدنس او الارقام الجديده، مختلف عن ان انا احط الارقام الجديده على مدار اسبوع واقول ان الانسيدنس زاد 20%. لو خدتها في يوم واحد هقول ان الانسيدنس ده زاد 10% بس. ده اللي كان بيحصل. احنا كنا بنشوف ان في الاول كان في تهوين في الارقام عن طريق ان احنا نقرا الارقام للناس. طبعا الناس ما يعني مش كل الناس متخصصه في البايو ستاتستكس او في قرايه الارقام، فبالتالي التهوين في الارقام كان في المعرفه بتاعتها، الديفينيشن بتاعتها. وده في رايي اللي انا برضو قلته مع حضرتك كذا مره وقلناه كتير، ان منظمه الصحه العالميه كانت يعني انا شايف عايزه ترجئ كثيرا فكره اعلان وباع عالمي، فكانت بتاخد كل الاجراءات، سواء كان ان هي تقلل في الارقام، كان حتى تبليغ الارقام بيتاخر 24 ساعه. كنا بنشوف الارقام على الورد ميتر اسرع بكتير من ما كنا بنشوفه في مظبوط، ولا يزال بالمناسبه يعني الورد ميتر تقريبا طول الوقت يعلن الارقام لحظه بلحظه، المنظمه تنتظر يوما بيوم للاعلان. بالظبط كده. فهي الفكره كلها في معنى الرقم. احنا دايما بنقول في حاجه اسمها داتا وانفورميشن. كلمه داتا هو الرقم، كلمه انفورميشن ماذا يعني هذا الرقم. فمشكله المنظمه الصحه العالميه في الانفورميشن، فلو مش موجود عندها الانفورميشن احنا عرفنا نجيبه. احنا في هذا العالم حاليا الان بقى سهل جدا ان احنا نجيب اي معلومه وان احنا نعرف نحسبها صح. لذلك اصبح يعني متهيألي غلط تماما من المنظمه الصحه العالميه او من المنظمات الدوليه عموما ان هي تحاول ان هي تقرا الارقام او تقرا الريبورتات بطريقه مختلفه. ده نفس النهج اللي شفناه في ريبورتات كتير حتى من الورد بانك او النقد الدولي وهكذا يعني. فعموما كويس ان احنا عندنا حاليا يعني معلوماتيه جيده وانفراستراكشر جيده ان احنا نعرف نجيب الارقام. في رايي ان احنا عمرنا ما هنعرف نتوصل للارقام الحقيقيه هي عباره عن ايه، كلها افتراضات. بلس ان في ناس اصلا حاليا دلوقتي بقت بتخاف تروح تبلغ. احنا يعني بنسمع ونبتدي برضو في ارتكلز كتير بتتكلم على ان الناس ابتدت يبقى عندها بانيك ان هي لو راح وعمل بي سي ار وطلع بوزيتيف هيتعزل لمده اسبوعين، طب ممكن يحصل فيه ايه، طب خلاص انا دي اعراض هقعد في البيت وهتعالج انسون. ده فكره كمان الوعي. ففي حاجات خارج عن اراده المجتمع والنظام ان هو يعرف يعد الحالات، في حاجات راجعه للنظام نفسه انه يعرف يعدها. منها مثلا هل انا بعمل كام تيست وكام تيست ده هيطلع منه كام حاله ايجابيه. دي برضو اللي هو العامل الثاني. في عامل ثالث بقى تماما، هو هل انا عندي اليه سهله في التبليغ ولا لا. يعني انا لو عندي البروسيس بتاعت التبليغ بتقعد 48 ساعه من مزبوط. مثلا محافظه عشان يبعت للمركز للبي سي ار، المركز البي سي ار ده لان هم مثلا في كل بلد في بلادنا العربيه في مثلا 12 14 20 فبيبعت بعد كده يجي له النتيجه بعديها بيوم بعديها بيومين، بعد كده ياخد الحاله دي يبعتها للمكان الرئيسي في المحافظه كمان الرئيسيه. يا انتقادات مثلا من التي وجهت لبريطانيا كانت انه الرقم الذي هو الان اتش اس يعرضه لتتصل به الحالات او المشتبه التي تشتبه في نفسها كحالات دائما متعذر، ودائما هناك مشكله في من ينقل الى العنايه المركزه الى اخره. طيب بروفيسور معتز عطله، هل يمكن لهذه الارقام اذا ما نشرت بالشكل الذي يتوخى ان يكون الاكثر دقه ان يتنبا بالمناطق التي لم تصل اليها الذروه بعد؟ لانه كمان اختلفت الدول دوله من اخرى بسبب الامكانيات بسبب الاجراءات بسبب ما يقال انه الجينات او القدره المناعيه لدى بعض الدول عن اختلافها على دول اخرى. الى اي مدى يمكن ان نتنبأ مثلا بالذروه في الشرق الاوسط او بالذروه في افريقيا او الى اخره؟ بروفيسور معتز، بروفيسور معتز عطله تسمعني؟ اتصور اننا فقدنا الاتصال ببروفيسور معتز عطله، سنحاول ان نعاود الاتصال به مجددا. دكتور اسلام، هل يمكن لحضرتك ان تجيبني على هذا السؤال؟ توفر الارقام هل يسهل التنبؤ العلمي المدروس ولا لا؟ تمام، هو ما فاضلش غيري للاسف. اوكي للاسف الحصن الخاص فقدنا الدكتورين يعني. عموما هو زي ما كان الدكتور بالظبط بيقول، انا هكمل على اجابته. الاكسبوننشال اناليسز ممكن يطلع منها حاجه تانية اسمها اكسبوننشال فوركاست. يعني زي ما انا اعرف اقيس التصاعد الاسي لانتشار الفيروس، ممكن ان انا اعمل له فوركاست للمستقبل واشوف ان غالبا هيوصل للذروه ازاي. هو في نوعين من انواع البيكس، في بيك ستيب وفي شارب. يعني في بيك هتبقى ذروه حاده وفي ذروه منخفضه. البلاد كلها بتحاول ان هي، البلاد اللي لسه ما عندهاش انتشار وعندها بؤر، بتحاول ان هي تعدي من انتشار الفيروس ببؤره ستيب او اللي هي غير حاده. تمام. وده اللي ممكن نعرفه عن طريق التسارع في الاحداث بتاعت كل يوم بيحصل فيه كام اصابه وكل تمام. اسبوع بيحصل كام اصابه. منها نعرف نحسب، احنا لما حسبنا الموضوع ده في دول الشرق الاوسط
لو استبعدنا ايران، احنا عندنا معظم دول الشرق الاوسط ماشيه في الاتجاه اللي هو الغير حاد، اللي هو الستيب بيك، وده مؤشر جيد. يعني لغايه دلوقتي احنا مطمنين شويه ان احنا ما عندناش التصاعد اللي وصلنا للشارب طيب بيك اللي هي نعم التصاعد الحاد. بروفيسور معتز، عدت إلينا. ايوه طيب، بالنسبة لي بما أننا نتحدث عن الانتقادات للدول التي تمر بمرحلة الذروة، وأيضا من الانتقادات التي وجهت لبريطانيا من داخل الـ NHS أنه منع أطباء الـ NHS أو المسؤولين في الصف الأول من الـ NHS للتحدث للإعلام، وأنه الأرقام الرسمية فقط تخرج من الحكومات. من الذي مفترض أن يتعامل مع الإعلام من وجهة نظر حضرتك طبيا وأخلاقيا في هذه المرحلة للحصول على معلومات دقيقة؟ من يعملون في الصف الأول لمقاومة الفيروس، ولا الجهات الحكومية التي يصلها المعلومات ربما من هذه الجهة ومن جهات أخرى؟ في رأيي التعامل مع الإعلام يجب أن يكون من خلال الجهات الحكومية، لسبب أن في بعض الأحيان كنت بشاهد مثلا برامج في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا بيتكلموا عن حالات معينة لمريض معين، وفي ذلك كما حضرتك تعلمين بالنسبة للهيئة الطبية في بريطانيا، ده يعتبر نوع من الإفشاء بأسرار المريض. بعض الأحيان مثلا ممكن تكون حالات الوفاة لازم تكون تبلغ للأهل، وإذا كان الأهل يرغبون في إبلاغها للإعلام يتم إبلاغ ذلك. ففي رأيي طبعا إن الأطباء في هذه الحالة هم في حالة استنفار، لازم يركزوا على عملهم الأساسي. الجهات الطبية أو الجهات الحكومية اللي هي المنوط بها إخراج الإحصائيات وإخراج البيانات هي اللي لازم أنها تتجاوب مع الإعلام بشكل أساسي وتنسق بشكل يعني فيه شفافية، حتى يكون لدى الشعب ولدى الجهاز الطبي ثقة بعض الشيء في قدرة الحكومة على توقع ما هو يأتي بعد ذلك في الأزمة. طيب، لو كان هناك غياب للشفافية في هذه الجهة، يلجأ لمن؟ الشخص العادي، يعني أنا لما أريد أن أحصل على معلومة عن دولة ما، أذهب إلى ماذا؟ منظمة الصحة العالمية أيضا تستند إلى الأرقام الحكومية، هذه مشكلة. هي مشكلة عامة مش بشكل كبير، وربما لاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك بعض الانتقادات التي ذكرت بشكل غير علني من الحكومة البريطانية للحكومة الصينية على سبيل المثال، أنها لم تكن لديها قدر من الشفافية في إبداء عدد الحالات، لدرجة أن التقدير لعدد الوفيات في الصين قد يصل إلى 40,000 حالة وفاة وليس 4,000 أو 3,000 حالة وفاة. نعم. نفس الشيء بالنسبة للحالات المرضية في الصين. فلذلك هناك يعني الجهات الحكومية لو إذا كانت الجهات الحكومية ترغب في الإخفاء، في رأيي ليس هناك طريقة أخرى للحصول على المعلومات بشكل دقيق. وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة علمية للحصول على الإحصائيات. ما يمكن أن احنا نفترضه أن ما تقوم به الحكومات وما تقوم به الجهات الحكومية، إذا تم ثبات طريقة حصولهم على معلومات فهي طريقة علمية. يعني على سبيل المثال، وزارة الصحة المصرية تقوم بتسجيل حالات الإصابات لمن بالتوجه إلى المستشفيات الخاصة بالحكومة المصرية. ربما يتم اعتبار ذلك على أن هو سبسيت أو عينة مصغرة من الحال الكلي. هؤلاء هم من كانت لهم أعراض، هؤلاء هم من لم تكن لديهم يعني أي حرج أنهم يتجهون للمستشفيات للإعلان عن مرضهم، أو هؤلاء من تم اكتشافهم عن طريق إجراءات الحجر الصحي. فلذلك ممكن اعتبارهم أن هم يعتبروا كعينة من ضمن الجهاز، يعني من ضمن العينة الكبرى أو بيسموه اللي هو الأوبن سبيس، كل السبيس اللي موجود فيه الحالات العينات. في هذه الحالة الرقم نفسه لا يعني شيء، ولكن الترند أو المسار الذي تمشي فيه البيانات هو ما يجب أن يكون فيه الباحثين في مجال الصحة العامة والعلم علم الوبائيات بالاهتمام به، لأن هو الترند ده هو نعم. اللي بيشكل هل فعلا المرض بينمو في حالة انحسار. إضافة إلى أنه في علم الإحصاء كمان ينبغي تطبيق العينة على قياسها على البوبوليشن أو التعداد في كل دولة على كل. أنا أشكر ضيوفي شكرا جزيلا لهذا اليوم، لأنه هذه قضية شديدة الحساسية. من القاهرة دكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، ممتنة لحضرتك كالعادة، أشكرك شكرا جزيلا. عبر خدمة سكايب من بيرمنغهام بروفيسور معتز عطلة، أستاذ تصنيع المواد المتقدمة بجامعة بيرمنغهام، ممتنة لحضرتك شكرا جزيلا. وأجدد الشكر للدكتورة سمية دوار التي انضمت إلينا في الواقع ما بين دخولها وخروجها من الطوارئ والإنعاش في إيطاليا. شكرا لكم جميعا. العالم هذا المساء متواصل.